مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مشاهدي ال بي سي اي وال دي سي وايضا ال بي سي بالشعار الاحمر. كلنا اليوم موجودين هون بملعب الساد طريق المطار لمتابعه نهائي اكس اكس ال انرجي بطوله لبنان لكره الصالات بالسري الاكثر من رائعه والخرافيه بين بنك اوف بيروت والميادين جيم 5. نعم السري راحت لجيم 5 مثل ما صرنا عارفين بعد ما كان متقدم بنك اوف بيروت 2-0. الجميع اعتقد انه السري رح تخلص 3-0، انما الميادين كان عنده راي اخر، رجع صدم بنك اوف بيروت ورد عليه بمباراتين رائعتين. وهلا كلنا سوا موجودين وعم نتابع لنشاهد سوا الملحمه الكرويه الرائعه يلي عم نشهدها هذا الموسم بين اكس اكس ال انرجي بطوله لبنان. طبعا المباراة الخامسة بين بنك اوف بيروت والميادين على ارض الميادين بملعب الساد طريق المطار، فول هاوس، نعم بكل معنى الكلمة فول هاوس على المدرجات. الجميع حضور رائع على ارض الملعب ان كان جمهور الميادين ولا حتى جمهور بنك اوف بيروت. الفريقين صاروا على ارض الملعب. نبقى مع النشيد الوطني اللبناني. إذن بعد النشيد الوطني اللبناني دقائق كثير قليلة ورح نكون مع صافرة البداية، بداية المباراة الرائعة المرعبة يلي رح يطلعها الحكم اللبناني الدولي محمد الشامي على أرض الملعب ملعب الساد طريق المطار. الحكم الدولي محمد الشامي يلي قاد مباريات كأس عالم بالفوتسال، نعم كأس عالم وجد اليوم وتوجه من مكان عمله من قطر الى لبنان لحتى يقود هيدي المباراه، المباراه الخامسه الحاسمه يلي بفوز فيها رح يحسم اللعب. بنك اوف بيروت بحال فاز اليوم رح يكون عم يحسم اللعب للمره الثالثه على التوالي، اما الميادين بعده عم ينبش على اولى الابو ليشوف مين رح يفوز بهالمباراه، كيف رح تنتهي، اذا كان رح يكون في تمديد للوقت مثل المباراه السابقه، وايضا ممكن نشوف ركلات ترجيح مثل الميادين قدر يفوز 6 مرات، بنك اوف بيروت قدر يفوز، ولكن اليوم يلي رح يطلع من المباراة فايز رح يتقدم على خصمه 7-6 ونتجه لننطر الموسم المقبل مين رح يرجع يتفوق. اذا الجمهور رائع وفرق موسيقية على ارض الملعب وليس فرقة واحدة، فرق موسيقية على كل ميلة من مدرجات ملعب الساد طريق المطار. الكل ترك كل شيء وتوجه على الملعب طبعا ليتابع هيدي المباراة يلي رح تتابعوها على ال بي سي اي والال دي سي وايضا ال بي سي بالشعار الاحمر. وبعد لحظات رح يكون في نقل مباشر لكلمة الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند، رح نكفي معكم على ال بي سي الحمراء. خلينا ننتقل على دريان واحد نجوم بنك اوف بيروت علي الحمصي. بيشارك اليوم في المباراة النهائية، هذيك المرة كمان كان أكيد غياب وله تأثير كثير كبير، علي هذيك المرة غبت أنت عن المباراة، كان تأثيرك واضح، غيابك واضح على أرض الملعب، قد أنت اليوم قادر تقود فريقك للقب الثاني على التوالي؟ أول شيء أكيد التأثير كان له يعني كان شوي مش بمحله، ولكن أحسن ما غيب هيدا الماتش، بتوقف هيداك الماتش لأنه كان عندنا أدفانتج، بس الشباب كانوا قدها، وإن شاء الله اليوم رح نحمل الكاس ان شاء الله. ميرسي علي، يعني الياس بتطلع بتلاحظ الدش كثير كبير على ارض الملعب، انت علي قدر يسمعنا، الاجواء كثير صاخبه اليوم، الجمهور عن جد بالفعل بكل معنى الكلمه فول هاوس، وان شاء الله الفريقين بمطعونا بمباراه كثير حلوه نهائيه وحاسمه. شكرا
شكرا لك ريان على هالمقابله. رح يكون بعد لحظات مع صفره البدايه التشكيله الاساسيه للفريقين البيادين مع المدرب فاسكو فويوفيتش المونتينيغري، على حراسه المرمى طارق طبوش، كريم ابو زيد النجم، قاسم اوسان، بوبا رايجوفيتش الصربي لاعب منتخب صربيا، وايضا لاعب منتخب كولومبيا الكائن الفضائي انجيلو تكارو كارثيس حاضر ايضا بتشكيله الميادين الاساسيه. اما عن باكو فيروت بقياده المدرب ديشان جيدوفيتش، حسين همدان اشتا على حراسه المرمى، ابراهيم حجاتي الايراني، علي الحمصي، علي تناش السيسي، وايضا البولدوزر مهدي جافيد لاعب منتخب ايران، والجمهور الايراني ايضا موجود على ارض الملعب. انطلاق وصفره البدايه، البوسيشن مع فريق بيروت يلي لابس ازرق اليوم، وخليني اقول لكم شو لابس فريق البيادين بعد هالفرصه الاولى للسيسي. فريق البيادين لابس اسود، وعند ما بيرتدي اسود فريق البيادين ما بيخسر، هيدا الشيء اللي تعودنا عليه بهالسيري بمرتين، لبس اسود وقدر يفوز على باك اوف بيروت. انطلاق على البولدوزر مقطوعه من الكائن الفضائي انجيلوت الكولومبي، راح انجيلوت، اوه والخطا الاول، والخطا الاول، وان شاء الله نقدر نلحق ونهدي المباراه اليوم، ان شاء الله نقدر نلحق ونهدي المباراه اليوم، لانه راح نشوف مش بس مهرجانات انما عواصف كرويه على ارض الملعب. الخطا الاول اذا للبيادين، قدر يحصدوا انجيلوت كارو، اعلام ايرانيه وكولومبيه ايضا داخل ملعب السد طريق المطار، الكل حاضر ليشجع اللاعبين الرائعين انجيلوت كارو من الميادين الكولومبي، وايضا الايراني مهدي جافيد من باك اوف بيروت. خلينا نتابع دايركت فريكيك، هل راح يفتتح التسجيل كريم ابو زيد وزملائه؟ كريم ابو زيد بيتقدم بيلعب تسديده مباشره رائعه كانت من الحارس المتالق اجدى حسين همداني حارس مرمى باك اوف بيروت ومنتخب لبنان. كريم ابو زيد بيعمل الفيك، بيلعب باس مره جديده، كريم ضغط من باك اوف بيروت بيرجع لعند حارس طارق طبوش، والحكم بيوقف اللعب، الحكم اللبناني الدولي العالمي محمد الشامي بيرجع بظبط المرمى يلي زاح شوي على ضغط اللاعبين. محمد الشامي عم بعاونه خليل بلهوان الحكم اللبناني الدولي الاخر، عبد الله غايف حكم ثالث، ريم شامي رابع، وجان بيير بشاره مراقب المباراه. ما تنسوا فيكم تتابعوا المباراة عندما بنطلع عند كلمة الرئيس أولاند، تابعوا المباراة على ويب سايت LBCI lbci.com/sports، وأيضا LBC الحمراء بقطوعة طابة وخطيرة، وبابا رايجوفيتش الهدف الأول، وجول، يا أنجيلوت، يا أنجيلوت وبابا، الأجنبيين الرائعين بصفوف البيادين بلشوا يقتربوا أكثر وأكثر من مرمى الحارس حسين همداني أشطة يلي هو وزميله أو خصمه طارق طبوش رح يكون عليهم الضغط، كل الضغط اليوم بهيدي المباراة، كيف لا؟ وهي المباراة الخامسة وهي المباراة الحاسمة، البولدوزر مقطوعة منه، أنجيلو تكارو فايت بحماس اليوم، قاسم أوسان يلي أعطى شارة الكابتن اليوم بمبادرة شخصية منه لزميله بالفريق حسن زيتون لعب رقم 7 يلي هو على دكة البدلاء، بالإعادة فرصة أنجيلو بالكعب كادي باخت الحارس. نرجع على ارض الملعب، شفيد بيلعب لعند مواطنه الاخر الايراني حجاتي لعند السيسي، مقطوعه الطابه وكمان البيادين افضل بهالاثناء، البيادين انجيلوت مقطوعه ترانزيشن ديفنس رائعه، والمايسترو علي الحمصي معه الطابه، علي الحمصي يلي عم يرجع يعود الى صفوف بانك اوف بيروت مثله مثل احمد خير الدين يلي كان غايب على المباراه الرابعه. ابراهيم حجاتي خطير امام كريم ابو زيد، طابه مر على مرحلتين، مقطوعه الطابه بيرجع بيستعيدها مش لوقت طويل، انجيلوت ليكو الصراع، كل كرة وكل تفصيل رح يفرق هلا ورح يفرق مع نهاية المباراة الرائعة النارية يلي عم نشهدها. هاشتاج مي بوب على تويتر، فيكم تتابعونا وتتواصلوا معنا، وانجيلوت وفرصة واوت. إذا هاشتاج مي بوب على تويتر، تعطونا رأيكم بالمباراة بالأداء باللاعبين. الجمهور كله حاضر اليوم لحتى يشجع، والخطأ الخطأ الأول على الميادين، خطأ لكل فريق بعد مرور دقيقتين وثانيتين، عم نحكي بالثواني لأنه بالفوتسال الثواني كلها بتفرق. علي الحمصي
علي السيسي مرة جديدة، علي بيعمل فيك أمام عصام وصام بمر علي السيسي كمان خطير، والطابة كورنر، الكورنر والركنية الأولى بالمباراة، وكمان مثل ما تعودنا بالمباريات الأربعة السابقين كل كورنر معقول تأثر، كل كورنر معقول يدخل منه هدف. مين راح يفتتح التسجيل؟ باكو فيروت والبيادين. منتابع سوا، كلنا سوا منتابع هالركلة الركنية اللي راح يكون على التنفيذ على الحمصة، مايسترو فريق باكو فيروت على الحمصة بيلعب لعد شفيت مقطوعة والطابة اوت. بوسيشن بتطلع مع بانك اوف بيروت حامل اللقب يلي بده يعمل كل شيء لحتى يقدر يحافظ عليه للموسم الثالث على التوالي. كمان انجلوت على الطاير بروح مقطوعه، وكمان انجلوت مره جديده وجول. واو واو اي 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 يا قشطه يا رائع، والتصدي الاول بالمباراه، التصدي الاول الاخطر والشوط الاخطر بالمباراه. اوه قشطه كيد يتلقى الهدف الاول، ولا الجمهور هون ما بعرف شو عم بصير بالمدرجات، الحماس الزايد كل عم بحط ضغط على الانجلوت الكولومبي الرائع. مثل ما عم نشوف بزاويه الشاشه جمهور الكبير عند باك اوف بيروت عم بحط الضغط، كل الضغط على لاعبي البيادين. الجمهور بعده عم يدخل، ما بعرف كيف رح يساعوا بعد، كل الجمهور عم يدخل بعده من البوابتين اللي عم يستقبلوا المشجعين وعشاق الكره يلي نالوا كمان الفوتسال يلي نالت اعجابهم، هالفوتسال اللعبه يلي عم تتطور بشكل كثير كبير. الحكم الدولي محمد الشامي عم يطلب ايقاف المباراه بهالاثناء، وتوجه الى وسط الملعب لنشوف شو راح يكون القرار. الجمهور يلي حماسه ما عم يقدر يضبطه داخل المدرجات فقط. إذن بعد مرور دقيقتين ونص الحكم محمد الشامي بيوقف المباراة. ما بعرف كيف بدها تنتهي هيدي المباراة اليوم، المباراة الخامسة الحاسمة. إذا بنشوف تاني ميلة من الملعب والجمهور، جمهور باك اوف بيروت يلي طبعا قشطة توجه لحتى يضبط الجمهور المحمس الناطر. ما حدا بيقدر يضبط الجمهور عند ما بيكون متحمس على هيك نوع من المباريات، خصوصا اذا كانت هي مباراه الحسم، حسم اللقب. ما تنسوا كمان بعد هيدي المباراه رح يكون في مباراه ببيبسي بطوله لبنان لكره السله بين فريق المتحد وبيبلوس بطرابلس، مباشره بعد هيدي المباراه حوالي الساعه 6 على ال بي سي اي والال دي سي ايضا، مباراة ربع نهائي السلسلة بتنطلق اليوم. إذا كلنا بانتظار عودة الكرة يلي رح ترجع على أرض الملعب، ما فينا نوقف هيك ريت، ما فينا نوقف هيك حرارة داخل الملعب. الحكم خليل دالهوان بيعطي الطابة لعند أنجلوت يلي بينفذ كورنر، هل رح نشوف الهدف الأول بالمباراة؟ خلينا سوا نتابع كورنر تلعب الكرة، وهون الحكم بيرجع بيعطي كورنر من جديد، وكأني سمعت صفرة حكم، بطلنا نعرف إذا هيدي صفرة حكم ولا صفرة من عند الجمهور. أنجلوت عم يطلب تنشيف أرض الملعب. الوقت إذن يعني حتى الكاميرا يلي لازم تكون مفوكسة على الوقت، الجمهور زاحة ما عم بخليها تهدى، حتى الوقت ما عم نقدر نشوفه بسبب الجمهور الرائع. معليش بحق له الجمهور يستمتع يفش خلقه يموه ويتابع ويستمتع بالمباراة. مباراة يلي بعد دقيقتين ونص والفرقة الموسيقية حاضرة، كلنا بانتظار متابعة اللعب. بنك اوف بيروت والميادين اذا متعادلين بعدد الانتصارات، اللي راح يفوز اليوم راح يتقدم. اذا
ثواني قليله وبنرجع. والحكم بيعطي الطابه لانشيلوت، كورنر مره جديده. انشيلوت لوين راح يلعب؟ بفضل اللعب لتاني ميل خط او جافيت. البولدوزر طلق بالكونتر اتاك. جافيت بيلعب لعد مايسترو علي الحمصه. علي بأمير بوبا بمر رائع يا علي، حلو كثير. مقطوع الطابه من بوبا بيصلح الخطا الدفاع وبينطلق بالبرتده وكاميرا خطيره. بوبا رايجيفيتش انطلق الصربه وترانزيشن رائع من باك اوف بيروت. بيلعب لعند انشيلوت، اليوم حركين اكثر انشيلوت وبوبا. انشيلوت عم يحفز على الطابه، مقطوع الطابه وكونتر اتاك لباك اوف بيروت. علي الحمصي بيلعب لوين؟ بيلعب الفيك، بيرد له 1 2. علي الحمصي بفضل يرجع ولكن سجنوه قاسم غصان وانشيلوت كارو باللقطه السابقه. كمان طابة جديدة لعد مين؟ مقطوعة. قاسم قصان بيلعب لعد كريم أبو زيد يلي راح وخطير خطير خطير. هو كورنر جديدة للميادين. كورنر جديدة للميادين، كترو الكورنرز اليوم. عم بيخلونا ناخذ بريك. كمان جديدة الفرصة لكريم أبو زيد، بيلعب لعند بوبا تسديدة مقطوعة وجافيت والبولدوزر. مقطوعة من بوبا، شغل كتير كبير هو وأنجلوت. بوبا وجافيت وبوبا وأنجلوت عم بمر صراع ومعارك طاحنة على أرض الملعب. قاسم قصان بهدية بالخلف. هاشتاج مي بوب إذن على تويتر، بتتابعونا وبتعطونا رأيكم بهالمباراة الصاخبة. كمان انشيلوت عم بمر رائع انشيلوت، والخطأ الحكم يعطي خطأ لمصلحة أحمد خير الدين. بعد ما ارتكب المخالفة قدر الحكم يرصد المخالفة وخطأ على انشيلوت والميادين، الخطأ الثاني بهالهاف. طبعا فاول ترابل عندما بيخطئ الفريق بالشوط الواحد 5 مرات، الخطا السادس وما فوق راح يكون في ضربه حره مباشره بدون حائط على بعد 10 امتار او اقل. مين راح يفوز بالمباراه ويحصد اللقب عند الرجال بعد ما قدر فريق الشوترز سوق مصبح انه يحصد لقب بطوله لبنان للسيدات من حوالي الاسبوع ونص. كريم ابو زيد امام احمد خير الدين يلي كان طرد بمباراه سابقه. واو، وكمان الخطا الحكم بقول في شيء واوت. اعتراض من كريم ابو زيد. اليوم البطاقات المتراكمه ما لها معنى بقى بما انه كل اللاعبين قدروا يحضروا، ومن حسن حظنا ولحسن حظ الجمهور وحتى المشاهدين ولا لاعب راح يكون غايب عن هالمباراه. فول باور الفريقين راح يدخلوا. كريم ابو زيد العائد من اصابه، كريم نجم فريق الميادين بيلعب لعند بوبا مقطوعه، وكمان انشيلوت عم بمر ولكن الطابه اوت. وكلنا سوا بعد بانتزال الهدف الاول. علي الدش السيسي بسدد، اوه خطره كثير كانت من علي السيسي، سهل لعند جول كليرنس للحارس طارق طبوش. كمان طابه راح انشيلوت على ميله الشمال ولكن الطابه اوت. بنك اوف بيروت استطاع بالسريع يفوز ب 8-4 بالمباراه الاولى و 4-2 بالمباراه الثانيه ليرد عليه الميادين بمباراه مجنونه انتهت لمصلحته بنتيجه 8-7. المباراه المجنونه الاخرى كمان الميادين فاز فيها بركلات ترجيح بعد ما كان اتعادل 2-2 بالوقت الاصلي وتعادل 3-3 بالوقت الاضافي بعد هدف تعادل بالثواني الاخيره. وانشيلوت والجول جول. اوه يا قشطة يا رائع، مره جديده قشطة مقابيل صاروخية انشيلوت. للمرة الثانية انشيلوت عم بسدد، وللمرة الثانية حسين همداني قشطة حارس مرمى منتخب لبنان عم يتصدى لكرة انشيلوت. وهيدي الإعادة من المخرج جاني أبي راشد. 6 دقايق ونص مروا على بداية الشوط الأول. لوباس سيء بيوصل لعد كريم بالثانية الأخيرة ولكن الحكم يحتسب أوت جديد. علي الحمص عم يرجع يدخل على هالمباراة. مين رح يفتتح التسجيل؟ وعد ما أحد الفريقين بسجل المباراة ساعتها بتصير نارية، ما بقى بنلحق لها وبتولع على الآخر وبترجع بتحترق وبترجع بتتبخر. هيدي
هذا الامر يلي تعودنا عليه بالسريع النهائيه لاكس اكسل انرجي بطوله لبنان لكره الصالات فوتسال بنسختها التاسعه. علي الحمصي بيلعب الاوت لعند البولدوزر مهدي جافيد. مقطوعة كمان من اجلوت وخطيرة راح مع كريم يلي بده يسدد بيعمل الفيك بهديها كريم بيرجع لورا لعند بوبا. حسن زيتون عم بيحاول يمر امام جافيد ولكن الحارس حسين همديني بيلتقط الكرة. جافيد بعد ما شفنا ولا اي هدف. علي السيسي دايما او عادة بيطول شوي الهدف ليدخل. اوه خطأ جديد على الميادين والانذار الاول بالمباراة على بوبا رايجيفيتش. بوبا الصربي عم بنيل الانذار الاول بالمباراة بعد خطأ واحتكاك هون بالاعادة. اوه خطأ مستحق على بوبا رايجيفيتش يعني كاد حتى يستحق الطرد لو لحوزة علي السيسي. للكرة هون علي السيسي عم يتألم على أرض الملعب نتمنى له السلامة كل السلامة. ما تنسوا بهالوقت تصوتوا على تويتر مين برأيكم رح يفوز بالمباراة الخامسة بانك اوف بيروت أو الميادين. لهلا بانك اوف بيروت هو يلي بتقدم بسكور. الحكم بيطلب تنشيف ارض الملعب والمنصه الرسميه الحاضره والصاخبه استاذ فادي نعمي رئيس نادي الميادين وايضا حكمه بقى رئيس نادي بنك اوف بيروت بالاضافه طبعا لزياد عبس رئيس نادي شباب الاشرفيه واستاذ سيمون دويهي رئيس لجنه كره الصالات بالاتحاد اللبناني لكره القدم. خلينا سوا نرجع على اجواء المباراه مع الضربة الحرة المباشرة على التنفيذ مصطفى سرحان وعلى الحمصة. على الحمصة شو راح يعمل بيلعب على جافيد والتسديد ولكن على مرحلتين الدفاع بشتتها وبوبا رايجيفيتش بكب على المدرجات ما بتوصل على المدرجات يعني جمهور بلا طابة والعان. كيف إذا مع طابة كمان الطابة تلعب لعند إبراهيم حاجاتي لعند علي الحمصي يلعب حول يمر أمام زيتون. والطابة بتخرج للأوت والوقت بيرجع يعني على الحرارة كل شيء عم يتغير اليوم حتى الساعة يعني اوقات بتجي اوقات بتروح. اذا هاشتاج مي بوب التصويت بنك اوف بيروت 55% ميادين 45 الدقيقة السابعة والجمهور كله على اعصابه ناطر فريقه يسجل هدف. ترجع بتنطلق المباراة علي الحمصي لعند مهدي جافيد. علي مرة جديدة عم يخطئ عليه بإخراج الكرة مخطوفة بكريم أبو زيد يلي راح كريم مر كريم. أوه والهدف الأول لزيتون. زيتون وجولا والحارس وعلى بالحرتين والدفاع مرة جديدة بلش القصف من الميادين. أوه أجدى مرة جديدة حتى بوبا رايجيفيتش عم بيسدد من نص الملعب. وهون طابة سيئة كانت من الميادين بالإعادة عم نشوف تسديدة حسن زيتون وتألق الحارس حسين همداني يلي عم يحمي عرين. كمان التسديدة بتصطدم بإيده لعلي الحمصي ولكن أكيد دون قصد والحكم ما راح يحتسب
لمسة يد وخطيرة مقطوعة الطابل عند أنجلوت يلي عم يتصارع هو وعلي السيسي على الكرة. اليوم أنجلوت عم نشوفه كمان عم بيروح 1 on 1 أكثر، عم يحتك أكثر، اللاعب يلي يقال إنه خايف من إصابة لأنه عنده المونديال وورلد كاب بأيلول المقبل هو ومهدي جافيد الإيراني. حسن زيتون خطيرة وكمان البولدوزر راح بالكونتر أتاك، البولدوزر مهدي جافيد، جافيد بيلعب لعند السنايبر سرحان. وو 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 أوي 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 أوي. رائع يا مصطفى، رائع يا مصطفى، ولكن ما قدرت تسجل وتفتح التسجيل بعد الفرصة الخطيرة والتمرير الأروع، التمريرة من مهدي جافيد كمان لوباس بوبرايجوفيتش بيروض الكرة بشكل رائع. حسن زيتون بيلعب لعند كريم أبو زيد، بوبا رايجوفيتش، بوبا أمام حمصي شو رح يعمل الصرب الدولي، بوبا رايجوفيتش سدد مقطوعة وعلي الحمصي كريدت كتير كبير لإله مع هالدفاع الرائع. هون بالإعادة جافيد المهاري البولدوزر الرائع بيلعب لعند السنايبر وبيبوس إجره. كريم ابو زيد مقابل مصطفى سرحان، كريم بيلعب طابه لعند حسن زيتون، زيتون الكابتن اليوم والطابه سيئه، سوء تنسيق بينه وبين انجلوت كارو. حسن زيتون يلي قلنا لكم اليوم حامل شاره كابتن الميادين بمبادره من الكابتن قاسم قصان كابتن منتخب لبنان. كمان حسن زيتون، حسن عم بنبش على زملائه بسدد من بعيد، خطيره من المدفعجه حسن زيتون، كان عم يطالب بكورنر الحكم ما بيعطيها. قشطة، الكل بعده ناطر الهدف الأول الافتتاحي لأنه من بعدها المباراة رح تصير صاروخية على الفريقين. مقطوعة من أحمد خير الدين لعند علي السيسي، أحمد خير الدين بيلعب لعند سرحان، سرحان لإبراهيم حجاتي بعد ما شفناه اليوم لإبراهيم، وأنجلوت عم يحاول يمر، زيتون راح بالمرتدة والتاتش وكمان أنجلوت والهدف الأول ممكن لأنجلوت بار جول. وو فرصة أخرى للميادين عم بتضيع أمام ست أمتار من الحارس حسين همداني، ليكو الكولومبي كيف مر وسدد، ولكن الدفاع من إبراهيم حجاتي رائع والكورنر جديد للميادين. انجلو بيلعب لعند بوبا على الطاير، واو 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 واو، رائعه كانت من بوبا، اروع من الدفاع، اروع من الدفاع ابراهيم حجاتي الايراني والكولومبي مره جديده على زاويه الركنيه. كاميرا تسديده كورنر جديد للكولومبي، انجلوت عم بيلعبش على زملائه، والتسديده كمان مره جديده من حسن زيتون. لهلا الفرص متكافئه مع افضليه للميادين، الطابه عاليه لعند سيسي بظهر الدفاع بحضرها لعند طبوش، الحارس بيلعب لعند قاسم، قاسم لانجلوت، انجلوت بيستلم بظهره، خطير انجلوت ومر انجلوت وكمان انجلوت بيسوط على ارض الملعب، كونترا تاك للسنايبر مقطوعة وبطيء كان، بطيء كان مصطفى سرحان بالمرتدة بعد ما نطر زملائه ولكن ما في حدا للمساندة. ركنية جديدة لباك اوف فيروت، كتروا الركنيات بعد ما في ولا هدف، كمان مرة جديدة السيسي، سيئة جدا من السيسي مطالبة بركنية ولكن الحكم بيقول ما في شيء، جول كليرنس. تسعة دقايق ونص مروا على بداية المباراة، مباراة جيفيتش بيصعد على أرض الملعب بحضر لعند حسن زيتون، واو والكرة بعيدة عن المرمى. بعد ما شفنا قائم من زيتون اليوم عوضنا كراته تصطدم بالقائم وتشتيتة من الحارس طارق طبوش، مباراة سريعة 10 دقايق متبقية لانتهاء الشوط الأول. ما تنسوا بتتابعونا على ال بي سي آي بالشعار الأحمر عند ما بيطلع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على الشاشة ال بي سي اي بالشعار الازرق. مقطوعة طابة وخطأ جديد على باك اوف فيروت. خطأين على باك اوف فيروت، ثلاث أخطاء على الميادين. بوبا لقاسم قصان. تخيلوا معي الفريقين يلي فازوا ست مرات كل واحد منهم على الثاني عم يتباروا اليوم بمباراة حاسمة ومقطوعة وجافيت والبولدوزر وجافيت. ولكن قاسم قصان شغل رائع، تغطية من أحمد خير الدين وأوت للميادين.
عودة أنجلوت على أرض الملعب مكان بوبا رايجيفيتش. أنجلوت عم يطلب الطابة على الخط الأيمن من الملعب. أنجلوت عم بحضر لحركة. أنجلوت مش معقول. أنجلوت والمهارات أمام لاعبين بحافظ على الطابة مش لوقت طويل، ولمسة يد واضحة على إبراهيم حجاتي، والخطأ الثالث على باك أوف بيروت بهالشوط. ثلاث أخطاء على الفريقين. مين رح يفتتح التسجيل؟ هيدا السؤال يلي كلنا عم نسأله. أنجلوت على التنفيذ، شو رح يعمل؟ برد لعند قاسم وصان، سهلة لعند الحارس حسين همداني. كمان الطابة العزيزي بيلعب لعند أحمد خير الدين الخطير، ولكن تغطية من بوبا. ليش تأخر الهدف؟ لأنه الفريقين عم يلعبوا بحذر، لأن الفريقين ما عم يفتحوا المباراة، ما عم يفتحوا السيستم. اوت لباك اوف بيروت، طابات خطيره بنفذها باك اوف بيروت عاده ولكن مش اليوم. انجلوت عم يصارع على كل كره، نسى انه عنده وورلد كاب للفوتسال بشهر ايلول المقبل. بده يحسم الليج اليوم، بده يحسم اللقب اليوم لفريقه البيادين اللي عم يلعب معه للسنه الثانيه على التوالي. كريم ابو زيد عم ينبش على زملائه، بيلعب لعند قاسم. قاسم قصان عم يقترب اكثر، قاسم عم يعمل الفيك، حلو كثير مره اثنين، حلو كثير يا قاسم، ولكن كترت ولكن مش لوقت طويل. جول واي اي 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 رائع يا قاسم قصان. مين توقع انه قاسم قصان اللاعب المدافع بيعمل هيك، بمر عن لاعب واثنين لبل ثلاث لاعبين وكيدت كرته تدخل الشباك. وكاميرا كورنر مقطوعه ورا حسيسي، على السيسي بالكونتر اتاك لباك اوف بيروت، خطير سيسي بار سيسي راح سيسي، والخطا الواضح على كريم ابو زيد. وهون الحكم عم يبعد قاسم قصان. باك اوف بيروت، كل باك اوف بيروت عم بطالب بالانذار، وعلي السيسي عم يسقط هون بالاعاده. اربع اخطاء على الميادين، حذاري الفاول ترابل. يعني علي السيسي كان متجه على المرمى، كان معقول كريم ابو زيد يستاهل الانذار؟ خلينا نتابع الضربه الحره المباشره عن بعد حوالي ال 15 متر بعيده لتتسدد مباشره، ولكن ما في شيء مستحيل بالفوتسال. اكيد تعلمنا كلنا سوا من المباراه السابقه انه ما في شيء بالفوتسال. كمان على التنفيذ على السيسي مباشرة، وبتصطدم بحسن زيتون وبتطلع الطابة للأرض. كورنر جديدة على الحمص على التنفيذ، علي بيلعب لوب باس لعند علي السيسي على الطاير. خطيرة كانت من السيسي، خطيرة كانت من السيسي. أداء باك اوف بيروت عم يتحسن. هاشتاج باي بوب، ناطرتنا وناطرتكم على تويتر. بوبا رايجيفيتش عم بمر عن لاعب واثنين واتو، خطيرة، جول جول جول. يا بوبا يا رايجيفيتش شو ضيعت؟ يا بوبا يا رايجيفيتش يا صربي يا رائع شو ضيعت بهاللحظات؟ 7:55 على انتهاء الشوط. وين يا جافيد؟ وين يا جافيد؟ وين يا جافيد؟ كبيت هالكرة بعيدة وسيئة جدا من علي السيسي. حسن زيتون مرة جديدة أمام البولدوزر بهدي جافيد يلي اليوم بعد ما كثير فات بجو المباراة، ولكن حذاري إذا دخل. راح نشوف لقطات مرعبة للبولدوزر مهدي جافيد. كمان ابراهيم حجاتي، ابراهيم امام كريم ابو زيد، وخطا، الخطا الجديد، خطا الخامس على الميادين، الخطا الخامس على الميادين، يعني فاول ترابل كثير كبير. هلا حيلا خطا هون بالاعاده عم نشوفه، خطا من كريم ابو زيد. البنش باك اوف بيروت عم بطالب بانذار لكريم ابو زيد
بعد ما كتر من تدخلاته، ولكن الحكم بيعتبر انه ما في انذار. اذا حيلا خطا على الميادين، رح نروح لركله جزاء بعد 10 متر. كاميرا خطيره بكريم ابو زيد امام علي الحمصي، فيك اثنين سقوط وخطا، خطا جديد والانذار، خطا جديد والانذار على علي الحمصي. اربع اخطاء بينكم بيروت، ولعت المباراه حتى ولو في اهداف، ولكن تايم اوت سريع للمدرب المونتينيغري فاسكو فويوفيتش ليقدر يرسم خطه ويسجل منها هدف، ليقدر يرسم خطه ويسجل من الضربه المباشره هدف. هون علي الحمصي ارتكب الخطا الواضح على كريم ابو زيد وعم بينال الانذار الثاني بالمباراه، انذار الاول الشخصي له، ولكن الثاني بالمباراه مع مكان سبقه الصربه بالميادين بوبراجيفيتش. اذا تايم اوت للمونتينيغري فاسكو فويوفيتش ليرسم لنا خطة، وبحال ما قدر يسجل ممكن كثير باك اوف بيروت يروح بالمرتدة ويسجل هو الهدف. دائما الفري كيكس هن سيف ذو حدين، تعليمات المدرب الصربي ديجان جيدوفيتش، واكيد التعليمات رح تكون دفاعية لحتى يقدر يتصدى، وممكن يكون عم يبني كاونتر اتاك، ما حدا بيعرف شو عم بيعطي تعليمات. هيدي بالإعادة خطأ. هون المهارات الرائعه من قاسم قوصان يلي مر عن ثلاث لاعبين من الميادين، ولكن قشطه ما قدر يمر عنه. اذا هاشتاج مي بوب على تويتر، التصويت 58% لبنك اوف بيروت. هيدا الخطا بالاعاده عند ممر كريم ابو زيد عن علي الحمصي، عرف علي الحمصي انه اذا قدر يمر عنه لاعب الميادين كريم ابو زيد رح يقدر يسدد وممكن يسجل هدف، لذلك قصد الخطا ولذلك نال الانذار. الجمهور، كل الجمهور، الفول هاوس على ملعب السد طريق المطار كله بانتظار الهدف الاول. هل راح يجي عن طريق بوبرايجيفيتش؟ خلينا نتابع الضربه الحره المباشره. بوبرايجيفيتش بيتقطع بسدد مباشره والحائط، بوبرايجيفيتش والحائط، والطابه بترجع عن طريق طبوش اللي بيلعبها سريعه، واوت جديد للميادين. ميادين امام فرصه لاحراز لعبه الاول. كمان كريم ابو زيد والضغط دائما من الميادين، كريم بيرجع لعند زميله حسن زيتون للمخلوق الفضائي انجيلوت كارو. انجيلوت بيلعب لعند كريم، برد لانجيلوت، انجيلوت كريم 1 2 1 اون 1 بينه وبين ريم حشاتي، بمر كريم بالعرض وكمان بابا جول جول. اي 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 يا قشطه يا رائع، مره جديده عم تتصدى للصواريخ، ليكو المرور، ليكو التوزيعه، ليكو جديده، ليكو التصدي من اشطر رائع، وكورنر جديده. يا ريت فينا نحصي عدد الكورنرز، كانوا بفوقوا ال 20 لحديت هلا، يعني الفريقين ضاغطين. باك اوف بيروت لا مش 20 اقل، ولكن كتار كثير. باك اوف بيروت تحت الضغط بهالاثناء، اصعب هدف هو الهدف الاول، اصعب هدف هو الهدف الاول، ولكن عندما يسجل رح تشتي اهداف والطابه بالعرض بتخرج للعرض. اذا خمس اخطاء على الميادين بعد متبقي 6 دقائق و 28 ثانيه للميادين لما يخطئ، ولا بنك اوف بيروت ليستفيد من عامل الفاول ترابل. جديده وكورنر جديده من اول وجديد. عنوان الشوط الاول بالمباراه الخامسه من فينال اكس اكس ال انرجي بطوله لبنان عم بيكون الكورنرز، الضربات الركنيه هي العنوان، ولكن لحديت هلا تخيلوا معي بعد عدد كبير من الكورنرز ولا اي هدف سجل. هل راح يتسجل هدف هلا؟ خلينا نتابع الطابه وين مقطوعه، راح البولدوزر جافيت 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 جول. واو 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 اي 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 وجافيت والانذار، وجافيت والانذار، الانذار عم يعطى للحارس طارق طبوش يلي لمس الكرة خارج المنطقة. شوفوا الاعتراضات. بطاقة حمراء للحارس، بطاقة حمراء للحارس طارق طبوش يلي لمس الكرة بإيده خارج المنطقة. جافيت يا
جافيت يا رائع، او يا جافيت يا رائع، بطاقة حمراء مستحقة على طارق طبوش. اعطونا الإعادة لنشوف، كانت بتجهة على المرمى، المرمى فاضي، المرمى خالي، وطارق طبوش خارج المنطقة. هون حوار مع الحكم، اعتراضات من فريق البياديد، اذا ريد كارد، طرد لطارق طبوش. هون بالإعادة مهدي جافيت، كيف مر، كيف خرج طارق طبوش ولمس الكرة بإيده، يعني واضحة كل الوضوح كيف الحكم رصد المخالفة اللي كانت بتتجه للجول. نعم جول، وطارق طبوش عم يطرد من المباراة، ضربة مش بس قاسية، كثير قاسية على فريق البيادين. هلا الضغط كله رح يكون عن مهدي علامة يلي للمرة الأولى عم بيشارك بفينال الفوتسال بين باوك بيروت والميادين. حتى طارق طبوش لهلا بعده عم يتحدث مع الحكم وعم بحاول يقنعه انه تركني عيش احلى لحظات بهالبطوله، تركني عيش المباراه الخامسه بهاللحظات. اذا طارق طبوش خارج الملعب نهائيا، ومهدي علامه هو يلي على حراسه المرمى. وهلا رح نشوف الميادين بثلاث لاعبين مقابل اربعه لحوالي او لمدى دقيقتين، يعني هلا 6 دقائق و12 ثانية رح نشوف دخول اللعبة الرابعة من الميادين على الدقيقة الرابعة و12 ثانية، إلا بحال قدر باك أوف بيروت يسجل بهول الدقيقتين، ساعتها مباشرة بيرجع بيستكمل الميادين عدد رقم أربعة. رح يخوض إذن هالدقائق بثلاث لاعبين، ثلاث مدافعين. وبعرف هلا الحديث على شو عم بدور، حيلا طابعه رح يتشارعوا عليها الفريقين ان كان لاعبين ولا طاقم فني وحتى المعالج بشارع على اقل التفاصيل. باك اوف بيروت عم بطالب بتايم اوت بهالاثناء، بده يطلب تايم اوت، بعده الحكم عم يتحدث. هون الخطأ السادس على الميادين، لذلك رح يكون في ضربة حرة مباشرة من دون حائط. ومهدي جافيت، مهدي جافيت عم بنال الإنذار، احتدمت الأمور على أرض الملعب، ولعت الأمور على أرض الملعب، مهدي جافيت عم بنال الإنذار. وهلأ تابعوا معي، خليني أفسرها على السريع قبل ما يتم تنفيذ الضربة. بما أنه الميادين عمل خطأ سادس، رح يكون هناك ضربة حرة مباشرة بدون حائط، عادة بتكون على 10 أمتار، ولكن بحال حصل الخطأ بين الست أمتار وال 10 أمتار، بيختار اللاعب يا أما يروح على نقطة ال 10 أمتار يا أما بنفذ الكرة مطرح ما صارت المخالفة. أكيد جافيت رح ينفذها عن بعد الست أمتار و20 سنتيمتر لأنها أقرب عن ال 10 أمتار. خلينا نتابع مهدي جافيت البولدوزر إذا رح يفتتح التسجيل أمام الحارس علامة. جافيت جافيت جافيت، وجول جول 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 لباك اوف بيروت. كنا بانتظار الهدف، اجا عن طريق باك اوف بيروت ومهدي جافيت البولدوزر الايراني يلي سدد وسجل. وهلا البيادين رح يرجع يستكمل العدد، رح يرجع اربع لاعبين وحارس مرمى ليتابع المباراه، وكمان رح نترقب مين رح يسجل الهدف الثاني، هل تعادل او تقدم مره جديده. 1 باك اوف بيروت، 0 الميادين. ولعت المباراة، طارق طبوش خارج الخدمة، حارس مرمى الميادين طرد بعد ما كان أخطأ بتقدير مساحة ضربة أو مساحة منطقة الجزاء. وهون فرصة جديدة لباك اوف بيروت ضايعة وأوت للميادين. شو هالشوط الأول، صحيح هدف واحد ولكن أو العان، ترويت كرة رائعة من أنجلوت، خطير أنجلوت، عم بمر أنجلوت عن 1 و2 وطابته سيئة، سوء تنسيق من قاسم قصان. قديه رح يكون تأثير طارق طبوش خروجه من الملعب ما بنعرف، الكل الأعين متجهة على مهدي علامة. والطابة لعند مين؟ الطابة بتخرج للأوت، كل الأعين عند مهدي علامة حارس المرمى البديل عند الميادين. هيدا الامر بحتم شغل اكبر للمدافعين ليدافعوا اكثر وحتى المهاجمين ليسجلوا الاهداف. الجمهور وحماس كثير كبير على ارض الملعب وبالمدرجات،
مقطوع الطابة، تلاعب بالنار وسوء تنسيق بين علي الحمصي وأحمد خير الدين. مدير الفريق جيلبير دياب عم يطلب من أحمد يشتت الكرة. أحمد يلي بذكرنا بمباراة لبنان عندما كان متقدم وأخطأ بتشتيت الكرة، لذلك المنتخب اللبناني تلقى هدف وتعادل بالثانية الأخيرة. كمان مقطوعة الطابة، كريم أبو زيد، كريم عم بحاول يمر، مقطوعة، والحكم الدولي محمد الشامي عم يعطي أوت للميادين. خلينا نتابع هل رح يفعل الميادين ويعدل قبل انتهاء الشوط الاول بعد متبقي 5 دقائق و11 ثانية. احمد خير الدين شغل كثير كبير، بيلعب لعند علي السيسي يلي انطلق، علي السيسي عم بحاول يمر، مقطوعه وكونتر اتاك، بقبل كونتر اتاك ثانيه وثالثه، كمان مره جديده علي اواني ابراهيم حجاتي عم بحاول يمر، مقطوعه، صراع على الطابه، ولعت المباراه، كريم ابو زيد راح والاوت والصراع على الكره. ديجان جيدوفيتش عم يطلب تايم اوت عندما بتقول بوسيشن للميادين، ما في تايم اوت عندما بتقول بوسيشن لباك اوف بيروت. راح يطلع له تايم اوت للصربه، سكرين، طب بترجع عند بوبا رايجيفيتش، بوبا لعند كريم ابو زيد، كريم يلعب لعند انجيلو تزديده، واو تزديده خطيره، فور كليرنس لباك اوف بيروت، تايم اوت لباك اوف بيروت. بده يشوف كيف بده يخلي الميادين يخطئوا لحتى يستفيد من ضربه حره مباشرة بدون حائط ويرجع يرفع الفارق لأكثر من هدف. أما الميادين شو رح يعمل ليرد ويعدل قبل انتهاء الأربع دقايق وخمسة وثلاثين ثانية من هالشوط. ما تنسوا إذن هاشتاج ميبوب على تويتر تتابعوا هالمباراة الأكثر من رائعة، المباراة الخامسة الحاسمة بنهائي XXL Energy بطولة لبنان لكرة الصالة، وهول الحكمين يلي بنوجه لهم تحية لقيادتهم الرائعة لهالمباراة تحت الضغط الكبير. إذن هدف لصفر لباك أوف بيروت، صاحب الهدف مهدي شفيط، أيضا طرد لطارق طبوش حارس مرمى الميادين. وخلينا نتابع اخر 4 دقائق و35 ثانية من هالشوط. حسين همداني عم يرجع يذكرنا بالسيناريوهات الماضية كيف بيلعب الكرة على طريقة البالون شاسور على مرمى الحارس الخصم. الحكم عم يطلب إعادة تنفيذ الكرة، لازم الكرة تخرج بأكملها من منطقة الجزاء. تلاعب بالنار من كريم أوزاد، كمان الطابة سيئة من أنجيلو تكارو. بنك بيروت بهالسريع عند ما كان بكامل لاعبينه ما خسر، والميادين عند ما كان لابس اسود كمان ما خسر. اي قانون رح يمشي اليوم؟ علي الحمصي رائع يا علي، رائع يا علي، مقطوعه طابه وكريم، وكريم مره جديده، وعلي السيسي مقطوعه بيستردها كريم، صراع طاحن بداخل ووسط الميدان، كمان مره جديده ابراهيم حجاتي عم بحاول يمر، ولكن انجيلو تكارو بخرج الطابه للاوت. شغل دفاع اليوم لأنجيلوت لأنه عارف ممنوع يستهتر، ممنوع يستهتر ولا 1% بالدفاع. علي الحمصي أمام قاسم عم بحاول يمر، وخروج للحارس، خروج للحارس مهدي علامي. تخيلوا معي، تصوروا معي لو مهدي علامي كمان بنال الإنذار ببطل في حارس مرمى عند الميادين. صعب تصير ولكن مش مستحيل. أحمد خير الدين على تنفيذ الأوت، هل رح يلعب على هالنقطة المدرب الصربي ديجان جيدوفيتش
السيسي عم ينطلق كمان على يمين الملعب بسدد وتألق أول للحارس البديل مهدي علامة، ومساعد المدرب حسين غنام عم يطلب من دكة البدلاء تشجعه للحارس، وهون شفيت زحط على أرض الملعب، زحط البولدوزر على أرض الملعب، البولدوزر الإيراني هداف الدور الإيراني عام 2014 بهدي جافيد. هاشتاج مي بوب والتفاعل على تويتر. طابة على التنفيذ سيسي عالية كثير من سيسي. هلا حيلا طابة بتوصل لعند فريق البنك اوف بيروت، رح يختاروا التسديد ليقدروا يلعبوا على معنويات الحارس البديل مهدي علامة. مهدي بيلعب طابة لعند كريم، بحضرها لعند زيتون، والتسديدة التسديدة بعيدة وليكن على السريع. أشطة بيرجع بمشي الطابة ليستفيد من بطء الترانزيشن ديفنس، ولكن الميادين سريعين اليوم بالترانزيشن ديفنس. أحمد خير الدين بين لاعبين، أحمد بيرجع لعند البولدوزر جافيد، جافيد أمام الكائن الفضائي بمر عنه كمان جافيد مرة جديدة، بيلعب بالعرض لعند سيسي، جول 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 جول. مين بيصدق شو عم بيصير؟ وكمان تسديدة وجول، مش معقول شو عم بيصير داخل منطقة العمليات، داخل منطقة العمليات، مش معقول شو عم بيصير بهالأثناء على أرض الملعب. ست أو سبع تسديدات على مرمى الحارس مهدي علامة، مش معقول كيف الجول ضاع على بنك أوف بيروت، ضاع الجول، ضاع الهدف، ومهدي علامة عم يتألم، نتمنى له السلامة، ما عنده خيار غير إنه يقوم، لأنه بحال خرج ما بقى في حراس مرمى على دكة البدلاء عند فريق الميادين. يبدو انه الإصابة على مستوى الكتف لمهدي علامة حارس البديل للميادين. على ما يبدو بيقوم بخير وسلامة، ولكن هناك كورنر لبنك اوف بيروت بعد هالضغط الهائل على مرمى الميادين. هل رح يقدر يرفع السكور ل 2-0؟ خلينا نتابع على تنفيذ احمد خير الدين. احمد معه 4 ثواني، بيلعب بالعرض ومقطوعه من انجيلوت تحت انظار المدرب المونتينيجري الصربي او المونتينيجري فاسكو فويفيتش. ما في يكون مونتينيجري وصربي الا بحال معه الجنسيتين. حسن زيتون، حسن عم بحاول يمر عن السيسي، ما بمر، رائع سيسي، رائع سيسي، بيفوت منتخب لبنان على 12 الملقب بالسيسي. الجمهور، جمهور بنك اوف بيروت حاضر على ملعب الميادين ليأزر فريقه ويدعمه للحفاظ على اللقب. طابة سيئة وبعيدة، والدقيقتين و11 ثانية على انتهاء الشوط الأول. مهدي علامة بيلعب لعند كريم، كريم كريم، طابته سيئة بتوصل أوت. ما ننسى إنه الميادين عليهم الخمس أخطاء خلصوا، لذلك حيلا خطأ من هلا ورايح رح يتلقوا ضربة حرة مباشرة من دون حائط عن بعد 10 أمتار أو أقل. أشطة بيلعب تشتيت لعند مين؟ تخيلوا قد ايه الفريقين ما حدا مسترجي يلعب بالطابه من ورا، يعني قليل كثير لنشوف مثل هيك سيناريو. انجيلوت، انجيلوت عم بحاول يمر عن علي السيسي، ما بيقدر. انجيلوت، انجيلوت كارو، شو رح يعمل بهالاثناء؟ الكولومبي بمرر لعند زيتون لعند كريم، كريم لانجيلوت مره جديده. الميادين مصرين انه يعدلوا الارقام قبل دقيقه و40 ثانيه على نتيجه الشوط الاول. بوبا لكريم، كريم مقابل ابراهيم حجاتي، كريم عم بمر يلعب طابه لعند انجيلوت، خطير انجيلوت بسدد على الفار بوست، ولكن بوبا رايجيفيتش ما بيفهم عليه، بيطلب منه انجيلوت انه يكون تمركزه افضل بالكره الاتيه. الجمهور والفرقه الموسيقيه والطبل حاضرين لمتابعه المهرجان. دقيقة و27 ثانية على نتيجة الشوط الأول، إصابة جديدة لأشطة، حسين همداني.
يلي عم بتم معالجته. بهالاثناء على ارض الملعب وحسن زيتون القائد يلي عم بفكر شو معقول يعمل هو وزملائه لحتى يقدروا يفوزوا اليوم ويحصلوا لقبهم الاول بالنسخه التاسعه، والجمهور كله ناطر النسخه التاسعه طبعا بعد ما كان بدات بطوله لبنان عام 2008 قد ما قدر بروسكابي يحصد لقب ثلاث مرات ورا بعضهم، ومن بعد الصداقه عام 2011 All Sports 2012 ليعود الصداقة ويفوز بموسم 2013، بنك بيروت 2014 و15 وبعده بانتظار نتيجة المباراة لنشوف إذا رح يزيد لقب جديد أو الميادين رح يقدر يحسم لقب 2016. كريم أبو زيد عم بمر رائع يا كريم، أوه والتغطية رائع كريم أبو زيد كيف مر عن أحمد خير الدين، ولكن علي السيسي عم يقطش الطابة للأوت وكورنر جديدة، كورنر جديد بهالشوط الاول على التنفيذ دايما انجيلو تكارو. هل رح يفعل الميادين ويعدي للارقام؟ نحن واكس اكسل انرجي الصبايا ناطرين. انجيلو بنفذها بيلعبها عاليه لعند كريم ابو زيد، كريم 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 امام سيسي، كريم 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 جو كريم ابو زيد، تسديده رائعه باجره اليسرى الرائع كريم والتصدي الاروع من اشطى. الطابه بترجع لعند كريم، كريم كريم بده يحاول يسدد مقطوع الطابه حذاري المرتدات، بيكو فيروت البطل ما بيرحم ابدا بالمرتدات. عوده علي الحمصي على ارض الملعب بدلا من ابراهيم حجاتي. انجيلو تكارو، انجيلو انجيلو عم يحاول يبر عند مين؟ عند الرائع المايسترو الرائع الصلب علي الحمصي. كورنر، الحكم بيطلب كورنر سريع على التنفيذ، مش معقول شو صار، ومرتدة احمد خير الدين، احمد خير الدين وجول يا جافيد يا جافيد يا جافيد يا جافيد، اوه يا جافيد شو ضيعت، كمان مرتدة مرة جديدة والطابة وين؟ طابة بالاوت، مش معقول شو صار بالثواني الأخيرة من هالمباراة. 23 أو 36 ثانية من هالشوط، ليكو الإعادة جافيد كيف الفيك والتألق، كل التألق من مهدي علامي اللي استقتل على الكرة ليحافظ على الشباك نظيفة. سيسي عم بمر كمان خطيرة بالجول، التسديدة والكونتر أتاك، تابعوا معي تابعوا معي المرتدة، كريم أبو زيد بيلعب لعند ريبيل لعند بوبا، بوبا راجيفيتش والتسديدة، وبهدي جافيد طابته للأوت. 12 ثانية، هل رح يفعل البيادين ويعدل؟ كل شيء معقول. انجيلوت بيتركب له سكرين، انجيلوت بيسدد واوت جديد وخمس ثواني. اخر مره شفنا خمس ثواني ونص قدر باكو فيروت يسجل ويروح لركلات الترجيح. الميادين شو رح يعمل قبل انتهاء الشوط الاول؟ انجيلوت انجيلوت ثانيتين لانجيلوت، ناس الوقت بيلعب سيئه طابه اوت، والشوط الاول عم ينتهي اذا بنتيجة 1-0 لبنك اوف بيروت. المباراة الخامسة الحاسمة لحديت هلا، بنك اوف بيروت هو اللي فايز اللقب معه، ولكن ما في شيء انتهى ابدا، شوط باكمله رح نكون معه بعد دقائق لنرتاح سوا، خليكم معنا.
عودة معكم مشاهدينا لمتابعة المباراة الخامسة من السلسلة النهائية من XXL Energy بطولة لبنان لكرة الصالات بموسمها 2015-2016 ونسختها التاسعة. السكور على الهاف تايم 1-0 لبنك اوف بيروت، طبعا مع طرد لحارس مرمى الميادين طارق طبوش. سريعا بروح لعند حسين همداني أشطر حارس مرمى بنك اوف بيروت لحتى ناخذ رأيه بالمباراة. النتيجة خروج طارق طبوش يمكن يأثر كثير على المباراة، شو تعليقك على أول هاف؟ وأنت شو كيف شفت خروج طارق طبوش؟ شو عندك تعليق على هالموضوع؟ أول شيء عم نلعب مباراة كثير منيحة، ديفنس عم نلعب كثير منيح، مثل ما شفت ضيعنا كثير هجمات، جولين أو ثلاثة محققين، أكيد طارق طبوش من أفضل حراس بلبنان، أكيد حيأثر يمكن عليهم، بس بعتقد مثل ما شفت يعني في حارس ثاني أكيد. بالنسبة للماتش، ماتش كتير صعب مثل ما شفت، بعدنا 1-0 ما في شيء انتهى لهلا، ولازم نكون مركزين اكثر كرمال ان شاء الله ناخذ البطولة. ميرسي حسين. يعني الياس قبل ما ارجع لك بدي اقول انه جربنا ناخذ بعض الكلمات من لعيبة الميادين كان قبل المباراة او هلا، بس عم بفضلوا انه ما يحكوا، اكيد الضغوطات كبيرة عليهم خاصة انه هلا متأخرين 1-0، ففضلوا انه ما ياخذوا ويعطوا ولا اي تعليق لنشوف مع نهاية المباراة شو بصير. إذا 1-0 النتيجة، بنك اوف بيروت متقدم عن طريق البولدوزر الإيراني مهدي جافيد، إذا قدر يسجل هدف بعد ما كان طرد الحارس حارس مرمى الميادين طارق طبوش بعد ما كان لمس الكرة خارج منطقة الجزاء والمرمى كان فاضي، وطابة جافيد كانت بتجهها للمرمى وهو فاضي. إذا 20 دقيقة بتفصلنا يمكن أكثر عن معرفة مين راح يفوز بالمباراة، مين راح يحرز لقب XXL Energy بطولة لبنان لموسمها التاسع. يمكن نروح لإكسترا تايم، شوطين إضافيين بخمس دقائق كل شوط، ممكن نروح لركلات الترجيح أيضا مثل ما شفنا بالمباراة الرابعة. كل شيء معقول يصير، خلينا ننطر بعد لحظات قليلة عندما بيرجع الفريقين على أرض الملعب. ناطرين كلنا سوا الحكام يلي يبدو أنه أخذين وقتهم، الفريقين صاروا حاضرين على ارض ملعب، نحن حاضرين. فيكم تابعونا اذا على ال بي سي اي، ال دي سي، ال بي سي باللوجو الاحمر، وايضا ويب سايت lbci.com/sports على الانترنت، هاشتاج ميبوب ايضا فيكم تابعونا فيه على تويتر والاكونت @lbcisports. بالاضافه الى جائزه بنك اوف بيروت فير بلاي اوورد، ابتداء من منتصف الشوط الثاني بينزلوا الاسامي لتصوتوا عليهم. اذا الحكام بداوا يتوافدوا على ارض الملعب اذا علي السيسي وعلي الحمصي بالاضافه للايرانيين مهدي جافيت وابراهيم حجاتي، وايضا الحارس اشطر من ميله بنك اوف بيروت على ارض الملعب مقابل الحارس البديل مهدي علامه من الميادين، عاصم قوصان، بوبا رايجوفيتش، كريم ابو زيد، وانجيلو كارول. الجميع حتى الجمهور بقلب الفول هاوس ناطر هيدي الصفره، صفره بدايه الشوط الثاني من المباراه الخامسه. طابه مع كريم ابو زيد وصراع مع علي السيسي، سقوط وكريم والسيسي وجول. رائع انت يا علامه، رائع انت يا حارس ثاني، رائع مهدي علامه عم يتصدى لكره السيسي يلي كادت تسفر عن هدف. هيدا الحارس البديل عم بيقول انا ايضا حارس للعرين لفريق الميادين. كورنر اللاعبين تلعب لعند البولدوزر مهدي جافيد، جافيد امام قاسم قوصان، تلعب الطابه لعند علي السيسي، جافيد عم بيطالب الحكم بخطا، الاخطاء التراكميه تسفرت، الميادين بطل بفاول ترابل، الفريقين اذا ما عليهم ولا خطا بهيدا الشوط، ولكن إذا اتجهنا لشوطين إضافيين رح يحملوهم معهم الأخطاء التراكمية. هم بالإعادة كيف فلتوا آخر ثانية كريم أبو زيد لأنه عارف إنه ما لازم يتلقى الإنذار. كريم بيروض الكرة بيسقط على أرض الملعب، أنجيلوت بضيع الطابة، ما حدا بيقدر يعرف بهيك نوع مباريات شو معقول يصير إلا للثانية الأخيرة.
علي السيسي او ابراهيم حجاتي بيلعب الطابه السيئه. تفرجوا على اللاعبين وعلى الفريقين كيف عم بكبوا الطابات لبعيد. لاحظوا معي علامه وقشطه حارسي المرمى، وهون طابه وتشتيته من مهدي جافيد توصل طابه عند الصليب الاحمر يلي ناطر اي حاله ليتدخل، واكيد نتمنى انه ما يصير في ولا اي حاله بتستدعي تدخل الصليب الاحمر. انجلو تكارو على الاوت، وكلنا بانتظار انه يعلى تيمبو الشوط الثاني. 19 دقيقه وست ثواني وتسديده وكريم ابو زيد، والطابه جول كليرنس لعند قشطه حسين همداني. عم ياخذ كل وقته حسين همداني لحتى يروح يجيب الطابه ويريح زملائه على ارض الملعب. ابراهيم حجاتي، ابراهيم يلعب لعند مهدي جافيد، منه لابراهيم زميله ومواطنه الايرانيين جافيد وحجاتي، قلبوا بعد بيروت راسا على عقب بعد ما كان ثالث الترتيب العام بالدور المنتظم ريجولر سيزون، والميادين اول. ميادين فاز على باك اوف بيروت بالمباراتين بالريجولر سيزون. طابه لعند علي السيسي، علي السيسي بسدد والحارس على مرحلتين مركز كل التركيز مهدي عليبي، نسينا انه طارق طبوش خارج الملعب. وكمان طابه لعند انجلوت وعند بوبا، سوء تنسيق بين بوبا وانجلوت، سوء تنسيق بين بوبا وانجلوت، مش اول مره بنشوفه، ولكن عندما بيحسنوا التنسيق بنشوف استعراضات ومهرجانات واهداف على ارض الملعب. قاسم بيلعب لعند كريم، كريم كريم بيعمل الفيك، بيعمل الموف، كريم مر عن سيسي خطير، كريم رائع، كريم راح، كريم 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 ابو زيد تسديده ومقطوعه والبولدوزر بالمرتده، مقطوعه كمان من انجلوت، انجلوت باس رائع عند بوبا، وبوبا رايجوفيتش ما بلحق له. اذا عم نشوف معارك وسط الميدان هي اللي بتحسم مين رح يروح بالمرتده، ها بالاعاده وهيدي التمريره يلي ما فهم عليها بوبا. الطابه لعند مين؟ توصل لعند مهدي، والخطا، الخطا الاول بالشوط الاول، بالشوط الثاني على بانك اوف بيروت. لهلا مهدي علامه مكفى وموفى بالتغطيه عن طارق طبوش يلي طرد بشوط المباراه الاول. كريم ابو زيد امام السيسي، كريم ابو زيد، كريم كريم رائع، كريم بحافظ على الطابه وجول كليرنس لقشطه. 1-0 نتيجة، عدد أهداف قليل بالمباراة الخامسة النهائية، ولكن ما حدا بيعرف أي ساعة بتفلت المباراة. قشطة على طريقة مميزة بيسلم الكرة لإبراهيم حجاتي، صراع على الكرة، مقطوعة الطابة، كمان مين سبق على الطابة بيحسمه أحمد خير الدين. علي السيسي، علي علي أمام بوبا، لاعبين بيمتازوا بالخشونة. أحمد خير الدين بحضر لعند حجاتي، مقطوعة كونتر أتاك، بيرجع بيستردها. الطابه مع البولدوزر مهدي جافيد، 1-2 مع الايراني، كمان صوت على ارض الملعب، الحكم بقول في شيء. قاسم قصان بفضل يريح، كمان بمر ولكن طبته للاوت. قاسم قصان بيخرج بيدخل بداله حسن زيتون، هاشتاج ماي بوب تويتر. علي السيسي مقطوعه بينه وبين بوبا رايجوفيتش يلي راح، ولكن بيستعيدها الفريق الازرق. حجاتي مقطوع حلو كثير، ولكن ابراهيم حجاتي ما بيلحق له. ايبي ابراهيم الملقب بايبي بصفوف فريق شو عم تعمل يا زيتون، شو عم تعمل يا زيتون، خطا واخطا باخراج الكره، ولكن كونتر اتاك والحكم بيعطي خطا لمصلحه الميادين، الخطا الثاني على باك اوف بيروت بهالشوط. دكه البدلاء الرائعه والكبيره عند الباك اوف بيروت تسمح لهم وبتعطينا ادفانتج، والثالث، الخطا الثالث على مهدي جافيد وفاول ترابل، فاول ترابل اذا على باك اوف بيروت. بعد مرور 3 دقائق ونص عم يرتكب 3 اخطاء بمعدل حوالي الخطا بدقيقه، معناتها إذا وصل على الخطأ السادس رح يستفيد الميادين من ضربات حرة بدون حائط. حسن زيتون بيرد لعند بوبا، بوبا لأنجيلوت، كارو غارثيس الكولومبي لاعب منتخب كولومبيا ونجوم العالم يلي
فقط بالمباراة الثالثة فرجينا مين أنجلوت، المباراة الأولى والثانية والرابعة ما كان بمستواه، ولا هلا أيضا منه بمستواه. كمان طبلة عند أنجلوت بحفز على الكرة، أنجلوت بمر على الأول والثاني والثالث وجول، وكأنه عم يرد علي، وكمان جول 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 للبيادين. هدف بوبا رايتشيفيتش عم بيسجل ويعدل الأرقام ويولع كل المدرجات على أرض الملعب. ليكو جمهور البيادين، ليكو جمهور البيادين كيف ولع هيدا الصربة، هيدا الهداف، هيدا النجم بوبا رايتشيفيتش، لاعب منتخب صربيا ولكن لاعب منتخب كولومبيا. لكن شو عم يعمل؟ عم كم لاعب عم بقطع وسدد وارتدت ورجع بوبا. ليكو شو عمل؟ خطأ من أحمد خير الدين وتسديده من بوبا، ولع ليس فقط المدرجات إنما المباراة كلها بأكملها. هيدي من زاوية تانية، تحية للمخرج جوني أبي راشد يلي اتبعنا من أول السيزن لهلأ وراء الكواليس ببطولة لبنان للفوتسال. بالإعادة أنجلوت قدي مهاري قدي رائع، رد علي سريعا قال لي أنا حاضر بحيالله زيني ممكن أعمل حيالله شيء. وليكو بوبا رايتشيفيتش كيف عدل الأرقام. هلأ عم تسألوني ليش واقف المباراة؟ واقف لأنه جمهور الميادين ولع، واقف المباراة لأن جمهور الميادين ولع. تخيلوا وتصوروا معي من بعد كل لقطة وكل هدف رح ننتظر لترجع تروق الأمور على المدرجات، لأنه لعبة الفوتسال بتولع كل مشاهد وكل حاضر من الجمهور على أرض الملعب. اللعبة لعبتين شعبية كتير كبيرة على الأراضي اللبنانية، إن كان بالأكاديميات ولا بالمدارس ولا الجامعات. عشر دقيقة على انتهاء الشوط الأول، حديث بين جمهور فريق الميادين ومدير بطولة XXL Energy لكرة الصالة حسين ديب، يلي عم يطلب من الجمهور بحضور القوى الأمنية إنه يروقوا. وأيضا مدرب منتخب لبنان باكو أراوخو حاضر على أرض الملعب، سليم عواضة أمين سر الميادين على المدرجات عم يطلب من الجمهور. ليكو الجمهور يلي ولع على أرض الملعب عم يحتفل بهدف التعادل. صاحب الأرض وليكو الحكام ناطرين ناطرين يعني الجميع عم يطلب من الجمهور إنه يروقها. كيف معقول حدا يطلب من الجمهور إنه يروق؟ كيف معقول حدا يطلب من الجمهور إنه ما يحتفل بهالصخب وبهالقوة؟ هيدي بالإعادة مهارات الرائع الكائن الفضائي أنجلوت كارو، وهدف بوبا رايتشيفيتش. إذن رح تستكمل المباراة بهالأثناء، المباراة يلي ما بعرف كيف بدها تخلص، ما حدا في قلي ولا حدا في خبرني كيف رح يكون سيناريو المباراة مع انتهائها. عودة انطلقت من جديد، حاجاتي بيلعب لعند احمد خير الدين والطابه خرجت. ليكو جمهور بنك اوف بيروت كيف هدي بعد تلقي لهدف. اي جمهور من الجمهورين بوش بعضهم حاضرين اثنيناتهم على ارض الملعب، وانينه ماي والحكم محمد الشامي عم يطلب ايقاف المباراه مره جديده. وعلى المدرجات القوى الأمنية بحديث مع الجمهور، الحكام انسحبوا والجمهور عم بطالب انه معلش يسحبوا الحكام. ظاهرة قوية، حديث بين الكابتن محمد الشامي وخليل بهلهوان الحكمين، وايضا فادي كالاجيون مدير الحكام حكام البطولة. لنشوف شو القرار يلي رح يكون.
مرة بتوقف المباراة بسبب جمهور الميادين، حتى في علم فريق النجمة لكرة القدم داخل الملعب، ومرة بتوقف المباراة بسبب جمهور بنك أوف بيروت. ايضا استاذ سيمون دويهي رئيس لجنه كره الصالات بالاتحاد اللبناني لكره القدم، حتى استاذ سيمون اضطر انه ينزل على ارض الملعب لحتى نشوف شو بده يكون القرار بهالمباراه يلي يبدو انه ما رح تنتهي. اذا استاذ سيمون دويهي عم يتوجه الى عند مين؟ عند حسين ديب مدير البطوله، وايضا مدير المنتخب دوري زخور، ومدير الحكام فادي كالاجيان، يعني جميع رؤوس كرة الصالات صارت على أرض الملعب ليحلوا المشكلة. ايضا مدير عام قناه الميادين الاستاذ غزان بن جدو ايضا على ارض الملعب، وجمهور الميادين عم بحييه. ليس على المنصه الرسميه انما عند جمهور الميادين. ليكو الجماهير، هيدي جماهير الفوتسال، هيدول هن عشاق الكرة. بهالاثناء رح ناخذ انترفيو مع استاذ سيمون دويهي لنشوف شو عم بيصير. استاذ سيمون، يعني خبرنا شو عم بيصير على ارض الملعب، ليش المباراة واقفة؟ لأنه عم بيكبوا شيء من فوق من الجماهير، يعني حسب ما عم نشوف ما في كثير شيء، يعني امور تذكر كثير كبيرة، ليش الحكام قرروا انه هلا موقفين المباراة؟ شو عم بيصير؟ مثل ما بتعرفي المباراة اليوم هي المباراة الحاسمة الخامسة. شفت شايف الوضع بقلب الملعب انت. المشكلة اللي عندنا وعم نشهد على التلفزيون انه القوى الأمنية تقوم بدورة. هلا عندنا جيش مشكورين احنا واقفين برات الملعب ما بيفوتوا الا ما يصير شيء. القوى الأمن العناصر اللي موجودة ما بتكفي. بهيك وضع ما فيها صعب يكفي المباراة. بس يعني أتقلك انا يعني حسب الشيء اللي ملاحظينه حتى كب قنينة تلمت القنينة على ارض الملعب، يعني المباراة فيها تتابع، الجماهير عم تهيص من فوق من هالمال ومن هالمال، يعني ما في شيء كثير يذكر حتى المباراة ما تستكمل. هل الجيش رح يفوت؟ ناطرين شيء قرار رح يفوت الجيش؟ لا، بالنسبة لقنينة المي قنينة او 10 زيت الشيء، لأنه هي بينزل منها مي يعني بتسبب اصابات للاعيبه اذا تكفت المباراه، مش كل دقيقة فيك تيجي تمسحي. هلا شو رح ننطر؟ شو ناطرين؟ يلا تنسيق مع القوى الأمنية. ميرسي. بعد حديث مع استاذ سيمون دوي عم شوف استاذ غسان بن جدو امين عام طبعا قناه او مدير عام قناه الميادين يلي حاضر مع الجمهور داخل الملعب وليس على المنصه الرسميه، وايضا سليم عواضه امين سر نادي الميادين بظل يعني حديث على ارض الملعب بين الحكم اللبناني الدولي محمد الشامي يلي قرر ايقاف المباراه مؤقتا، وإذا كفت هيك يمكن يخرج الجمهور كله سوا برات الملعب ليتابع المباراة. شو القرار يلي رح يطلع الجمهور الرائع على أرض الملعب؟ ولكن بنتمنى إنه ما ينزل شيء بالمدرجات، يعني رائع بالمدرجات فقط. إذا مثل ما كنت عم قول المباراة رح تتابع، وبحال صار أي شيء الجمهورين رح يصيروا خارج الملعب، يعني للأسف إن شاء الله ما يصير شيء لأنه مش حلو المباراة بلا جمهور. جمهور يلي ما بدي أقول فول هاوس، أكثر من فول هاوس، بركي رويال فلاش مثلا لمحبي البوكر. ما عم نشوف ما بقت ساع نملة بأرض الملعب، نملة ما بقت ساع بأرض الملعب، يبدو المباراة رح تستكمل على أمل ما يصير شيء أبدا من الجمهور. مين في يضبط كذا ألف حاضر بملعب السد طريق المطار لحتى يتابعوا المباراة؟
مباراة الخامسة من XXL Energy بطولة اثنين يلي تأخرت. نرجع لأجواء المباراة إذن مع هاشتاج ماي بوب على تويتر، هدف لكل فريق. بوبا رايجوفيتش الصربي عدل بعد ما كان مهدي جافيد الإيراني افتتح التسجيل لباك أوف بيروت. 1-1 إذن النتيجة بعد متبقي 15 دقيقة و45 ثانية، وما حدا في يعرف كيف رح تنتهي المباراة. حديث اللاعبين، يعني حتى اللاعبين لاعبي الميادين والأمين سر وأيضا مساعد المدرب، الجميع عم يطلب من الجمهور إنه يلتزم لحتى ما يقدروا يضلون على أرض الملعب، وإلا الحكم رح يطلب من الجمهورين يسيروا خارج الملعب. إذا المدرب محمد الشامي عم يرجع على أرض الملعب، حسن زيتون أيضا رح تستكمل المباراة أخيرا. إذن عم تستكمل المباراة بفير بلاي. كمان الطابة مع كريم أبو زيد، استكملت المباراة بعد ما كانت توقفت لبعض الدقائق بسبب تدخل الجمهور ببعض الأنانة يمكن على أرض الملعب. علي الحمصي جمهور المحمس كتير. الطابة بتوصل لعند جافيد، جافيد الإيراني برجع لعند علي الحمصي، علي الحمصي بيلعب لعند السلايبر، جول جول. يا مصطفى يا سرحان، فرصة ضايعة جديدة على باك اوف بيروت وكورنر من جديد. هون عم نشوف بالإعادة ببوس إجره مصطفى سرحان، تنفذ الكورنر وبوبا رايجوفيتش بالبرتدة بكب له اياها للطائر حسن زيتون يلي راح. حسن زيتون تأخر وحشاتي بالمرتدة. كمان مرة جديدة علي الحمصي بيلعب لعند جافيد، برد للسنايبر مقطوع لعند مين؟ إيراني. جافيد برد للإيراني الآخر حشاتي. كيف رح تخلص المباراة؟ جافيد، جافيد أمام لاعبين، جافيد عم بحاول بصراع مع أنجيلوت، مين عم بفوز؟ كريم أبو زيد، كريم بيسقط على أرض الملعب، جافيد بيلعب لتاني ميل، مصطفى سرحان مقطوع الطابة وكونتر أتاك للميادين، زيتون بيلعب لوباس لعند بوبا صاحب الهدف الوحيد لفريقه، والطابة مرة جديدة عند الصليب الأحمر يلي ما لقى مطرح يقعد فيه إلا بالزاوية هونيك، لأنه المدرجات مفولة على الآخر. إذن أوت للميادين، فرصة للميادين وفرصة مرتدة لباك أوف بيروت. أنجيلوت كارو بيلعب الطابة لعند بوبا والتسديدة وجول. وكمان مرتدة لباك أوف بيروت، بيروح سيسي مقطوعة وأنجيلوت مرتدة بقبيلة مرتدة أنجيلوت الكولومبي عم بحاول يمر، ولكن الإيراني حاجاتي بيروح. الإيراني أمام ثلاث لاعبين بيسقط على أرض الملعب، الحكم ما بقول في شيء، الحكم بيعطي أوت للميادين. بوبا رايجوفيتش بيلعب لعند حسن زيتون، خطير زيتون إذا سدد، خطير زيتون إذا سدد، ولكن الحارس أحسان همداني أشطى. بوبا وسيسي طابة للأوت. يعني اليوم نجوم المباراة هن الجمهور يلي على أمل يضلوا منضبط ليضلوا داخل ملعب السد طريق المطار. علي الحمصي للسرحان لحاجاتي. إذا مواجهات الفريقين 6-6 بالليغ اللبناني بتاريخهم بموسمين. اليوم الفايز رح يكون عم يتقدم 7-6، السيري 2-2، يلي رح يفوز رح يحسم اللقب. حاجاتي عم بمر عن كريم أبو زيد بيلعبها حلو كتير لعد علي السيسي يلي عم بمر تل على واحد، علي السيسي رائع بخلي الكرة معه بترجع لعند السنايبر، برد لعند المايسترو. كل شخص عنده لقب على أرض الملعب، كل شخص بيمتاز بشغلة أو اثنين أو أكثر. علي السيسي بيلعب وان تو مع السنايبر ما بيلعب له إياها، برد لعند المايسترو. حاجاتي مرة جديدة أمام بوبا رايجوفيتش، بوبا
الطابة بتمر لعند مين؟ رايجوفيتش و اوه لقطة حلوة كثير من حاجاتي ولكن مش امام البيادين والكونترا تاك حلوة كثير الكرة ابراهيم حاجاتي عم يخرج يدخل بداله احمد خير الدين انجلوت مقابل الرقم الصعب علي الحمصي صعب حدا يمر على الحمصي صعب حدا يمر على الحمصي ولكن سقوط على ارض الملعب وخطا جديد الخطا الاول على الميادين ثلاث اخطاء لبيك اوف بيروت بهالشوط احمد خير الدين بسات اوفنس جديد للفريق الازرق فريق باك اوف بيروت حامل اللقب لموسمين على التوالي هل الثالث راح يكون اليوم علي الحمصي لمصطفى سرحان علي الحمصي مره جديده عم بنبشوا على المساحات الفاضيه مصطفى مره جديده هالمره الميادين منتصر بالخلف هالمره الميادين بده يروح بالمرتده خلينا نتابع مين راح يفوز السات اوفنس ولا الكاونتر علي السيسي بيلعب لعند علي الحمصي سقوط على ارض الملعب وكونتر اتاك مره جديده لكريم ابو زيد راح كريم بيلعب لعند مين لعند بوبا فيك اثنين برد لكريم وانقلبت الايه حاليا هالمره بيك اوف بيروت هو اللي عم يدافع هو المنتصر مرتده حسن زيتون ما بمر امام احمد خير الدين والحكم بيعطي كورنر جديده للميادين هيدي هون الكرة يلي قطع كريم أوزيت وراح فيها بالمرتدة فرصة جديدة للميادين عن طريق الكورنر تلعب لعند بوبا عالي جدا الكرة الموسم الأجمل لإكس إكسل إنرجي بطولة لبنان على شاشة الـ بي سي آي المباراة الخامسة ومين بيقدر يهدي للثواني الأخيرة من الرعب على ارض الملعب الطابة كمان مقطوعة ميادين بوبا رايجوفيتش بيسقط الخطأ الرابع على باك بيروت خطأ وفاول ترابل كبير قبل 11 دقيقة و45 ثانية هيدي بالإعادة الخطأ والتدخل الواضح من الخلف للسنايبر مصطفى سرحان أربع أخطاء على باك أوف بيروت فاول ترابل هيدي من زاوية أخرى التدخل والحكم بيطلب تنشيف ارض الملعب اذا هدف لبوبا رايجوفيتش هدف لمهدي شفيد طرد لحارس مرمى الميادين طارق طبوش انذار لرايجوفيتش وانذار لكل من علي الحمصي ومهدي شفيد اليوم المباراه توقفت باكثر من مناسبه لاسباب مختلفه على امل ما بقى تتوقف 11 دقيقه 45 ثانيه وكانه انبهر عم بمروا للمرة الأولى حسن زيتون بسدد مباشرة حسن زيتون والتسديدة والحائط مهدي شفيد البولدوزر وكمان مرة جديدة اللاعبين كذلك الحكم عم يطلبوا تنشيف أرض الملعب تخيلوا معي الحرارة داخل أرض الملعب تخيلوا معي الحرارة داخل أرض الملعب وعلى أطرافه وأيضا على المدرجات إذن أربع أخطاء على البنك أوف بيروت حتى الجمهور متابع أداء التفاصيل حتى جمهور الميادين متابع أداء التفاصيل عم بيقول إنه خطأ وحيد على فريقنا وليس خطأين الحكم بأكد هالشيء ما بعرف هون شو عم بيصير بتاني ميلة يعني بطلت مباراة فوتسال إنما صارت فيلم سينما للفوتسال فيلم سينما ولكن ما حدا كاتب نص هالفيلم ما حدا بيعرف شو فيه بقلب هالنص مهدي علامة عم بتم معالجته بهالأثناء على أرض الملعب ومنذكر أنه هناك كورنر للميادين شو هالمباراة الخامسة اللي ما بدها تنتهي مثل المباراة السابقة ولكن كل وحدة بطريقة مختلفة إذن كورنر للميادين عن طريق قاسم قصان بانتظار مهدي علامة والمعالجة
الجمهور كله محمس بشكل مخيف. وتنفيذ الكورنر، تلعب الطابة لعدبين مباشرة على المرمى، وأشطى تألق جديد وأوت جديد للميادين. خلونا أنا وياكم نتابع دقائق المباراة أو الوقت الأصلي الأخيرة. كريم أبو زيد، أديه قوي رح يكون الهدف، أديه حازم رح يكون الهدف. كريم أبو زيد راح، كريم أبو زيد سدد وجول، جول 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 للميادين. هالمرة عن طريق المدفعجي حسن زيتون لاعب رقم 7 عم بيسدد عم بيسجل وعم يعطي التقدم للمرة الأولى لفريقه. 2 الميادين 1 باك اوف بيروت. بعدني عم اقول قديه قوي رح يكون الهدف، بعدني عم اقول. وتفرجوا وتابعوا مع الإعادة، رائع يا كريم، رائع أنت يا كريم. ليكو المسك ولكن الأدفانتج لأن الطابة واصلة لوين؟ لعند حسن زيتون. ما تأخر ولا ثانية ولا ثانية حسن زيتون إنه يسدد. وهون الطابة على أرض الملعب، ما رح نلحق نشوف الريبلاي من زاوية ثانية لأنه أنشيلوتي وزملائه ولا أن زيتون. تسديدة رائعة من حسن زيتون، اتركوني سجل له هدف أمامي على الورقة. حسن زيتون عم يعني يعطي التقدم 2-1. وعلى السيسي من تاني ميل بده يرد، وخطأ وسقوط. الخطأ الثاني على الميادين، الخطأ الثاني على الميادين. وإنذار على كريم أبو زيد، إنذار على كريم أبو زيد. هون بسرعة يعني أحد الموجودين هون اللي قاعد عم نشوفه بسرعة، أحد الموجودين على خطوط خط الأوت عم بشيل هالقنينة اللي إجت على أرض الملعب لما يشوف الحكم لما يوقف المباراة. إذن إنذار على كريم أبو زيد، هيدي بالإعادة من زاوية أخرى. والإنذار على كريم، إنذار على كريم، إنذار على بوبا. والتنفيذ الأوت. بدأ جمهور الميادين يحتفل بالدوري ولكن بعد بكير كثير، 11 دقيقة وست ثواني. التنفيذ الفري كيك، بتلعب الطابة لعند ابراهيم حجاتي اللي بيلعب مقطوعة. انجلوت راح بالمرتدة، بيلعب لعند كريم، سقوط على أرض الملعب. والخطأ الخامس، الخامس، الخطأ الخامس على الفريق باك اوف بيروت. والإنذار على السيسي، إنذار على علي طناش السيسي، الخطأ الخامس على باك بيروت. أكبر فول ترابل بالمباراة بعد متبقي 11 دقيقة. هيدي الإعادة، خطأ وإنذار مستحق على السيسي، منع مرتدة. هلا حيلا خطأ بيرتكبه باك اوف بيروت، رح يستفيد الميادين من ضربة حرة مباشرة من دون حائط. وبهالاثناء كمان نحن عم نشوف الاعاده، جمهور باك بيروت هلا هو يلي ولع، جمهور باك اوف بيروت. واشكال بالمدرجات، اشكال بالمدرجات، اشكال بالمدرجات. هيدا الامر يلي نحن ما بنتمناه ابدا. جمهور الميادين عم طبعا بالثاني ميله هادي، جمهور باك اوف بيروت والقوى الامنيه عم تضبط الوضع. هيدا الميادين يلي ناطر. نتمنى انه كل الامور ترجع تتهدى. حتى مدرب الميادين عم يطلب من جمهور الميادين انه يروق. ومن ميلة أخرى جمهور باك اوف بيروت، وأحد المشجعين رح يخرج خارج الملعب، أحد أو شخصين من جمهور باك اوف بيروت صار خارج الملعب. عم نشوف يعني مش معقول، القوى الأمنية تدخلت. إذن عم تتدخل لحل الامور، يعني من ميل الجمهور هادي، من ميل اخرى الجمهور رجع هدي.
المباراة عم توقف مرة جديدة. ليكو هون على السيسي كمان، يعني غريب غريب. يعني تخيلوا معي لاعبي الميادين ولاعبي باك اوف بيروت هن اصحاب عم بهدوا بعضهم عن الجمهور. يعني هذا منه مشكل ابدا بين لاعبي الفريقين، بالعكس ليكو لاعبي واصحابه للسيسي بفريق الميادين كانوا عم بهدوه انه لحتى ما يرتكب اي خطا يخليه يصير خارج المباراه. الروح الرياضيه العاليه بين لاعبي الفريقين بالفوتسال اللي هن كلهم عائله واحده. هذا جمهور الميادين يلي عم بزقف انه رجعت الامور الى طبيعتها. القوى الامنيه عم بتعالج ثاني ميل من الملعب. المباراة اللي عم توقف للمرة يمكن الخامسة اليوم، كل مرة لسبب قبل 11 دقيقة على انتهاء المباراة. هيدا حديث بين لاعب من بنك بيروت ولاعب من الميادين يلي هن الزملاء بالمنتخب اللبناني. بنتمنى انه ترجع المباراة لنرجع نستمتع بالفوتسال على ارض الملعب. عم نتابع حتى المدرب جانزيدوفيتش حطه لسيسي بالمرمى ليتبطلوا اعصابه لانه حيلا خطا ممكن يكلف الدوري. الجميع عم يتدخل على ارض الملعب لحتى يهدي الاجواء يلي يبدو انه رجعت على طبيعتها بعض الشيء. المعالج جوزيف ويونس من بنك بيروت وحسن زيتون من الميادين. هيدي بالاعاده كنا يعني شوي هيك لنرجع على اجواء المباراه. لمسه رائعه من كريم ابو زيد يلي بيلعبها خالصه لعند حسن زيتون يلي ايضا ما تردد ابدا انه يسدد ويسجل ويعطي التقدم مرة جديدة ويحتفل مع جمهور الميادين الكتير كبير على أرض الملعب. بالإعادة مرة جديدة إذن يبدو وعلى ما يبدو أنه الأجواء رجعت هديت على الآخر. حاليا ليكو الصورة، ليكو المدرب ديجان جيدوفيتش كيف جمع فريقه لحتى يعطيهم التعليمات ويبعدهم عن هالجو المحتدم كان بالمدرجات. خلينا نقول أنه ولا جمهور تدخل مع جمهور ثاني، لا مخصهم ببعضهم بعاد كتير. أحد الأشخاص أو شخصين بطرف واحد من الملعب وميلة أخرى التعاطي الرائع من الفريقين يلي شفناه من ميلة بنك أوف بيروت ومن ميلة تانية الميادين يلي عم يرجعوا كمان يجمعوا اللاعبين لحتى ياخذوا التعليمات. ولكن والأهم هو أنه يبعدون عن أجواء المدرجات. إذن 11 دقيقة متبقي لانتهاء الوقت الأصلي من هالمباراة. بحال انتهت إذن منذكر لكل يلي انضموا حاليا بالمباراة الخامسة من السلسلة النهائية لإكسكسال أنرجي بطولة لبنان لكرة الصالات فوتسال على ملعب السد طريق المطار ميادين وباك أوف بيروت. تقدم للميادين 2-1 ولكن المباراة للمرة يمكن حوالي الخامسة عم توقف هالمرة بسبب تدخل أحد أعضاء الجماهير ويعني اشتباك بسيط. والامور رجعت هديت يعني حتى بالمنصه الرسميه
إذن على ما يبدو الفريقين عم يدخلوا على ال أو فريق باكو فيروت عم يدخل على غرفة الملابس. كمان الميادين عم يدخلوا إلى غرفة الملابس. ما بعرف شو صار لتهدئة الوضع، يمكن ما بعرف. خلينا نجرب ناخذ مقابلة. فريق البي او بي كذلك فريق الميادين، فريقين رح يتجهوا على غرفة الملابس. إذا باخذ انترفيو إذا رح نروح لعند ريان لحتى اللي عنده حديث مع الحكم محمد الشامي. رح نروح عند ريان لتفسر لنا شو عم بصير مع الحكام. بالفعل الياس، يعني اقتربت عند حكم المباراة محمد الشامي، سألته شو عم بصير. حسب ما قال لي هو انه الحكام اخذوا قرار اذا الجمهورين ما بيطلعوا من ارض الملعب هن ما راح يكملوا تحكيم المباراة. سألته اذا هو معقول يقدر يعطيني تصريح على الهواء، هن قالوا انه ممنوع الا ما ياخذوا اذن من مراقب المباراة. قالوا انه ممنوع يحكوا هي والمباراة ماشية، بس حسب ما بلغوني انه هن ما راح يكملوا تحكيم المباراة الا ما يظهروا الجمهورين من ارض الملعب. يعني للاسف الجمهور يفترض يعني بحال بقي القرار على حاله الجمهورين رح يصيروا خارج الملعب. ما بعرف اذا هيدا القرار النهائي ولا لا. المباراة بشوطها الثاني قبل 11 دقيقة على انتهائها. هذا الطاقم الفني محمد الشامي، خليل بلهوين، عبد الله غيث، وريم شامي يلي مجتمعين على ارض الملعب والجمهور بعضه للأسف. يعني للأسف هيك مباراة، هيك مهرجان فينا نقول، وهيك جمهور رائع بيتحمل مسؤولية شخص أو اثنين أو ثلاثة بالمدرجات ما بيخرج. أكيد القرار منه نهائي، ممكن تتابع المباراة بحال تغير القرار. نحن كلنا بانتظار القرار النهائي لشو معقول يصير. ضحكة صبايا الاكس اكس ال دايما بغير عالم، احلى جو بالصبايا الاكس اكس ال يلي كانه هن منا معنا بهيدا الملعب، بملعب على غير كوكب بالجو الحلو طبعا. إذا كلنا بانتظار القرار النهائي شو رح يصير على أرض الملعب أو بالمدرجات. بنذكر إنه بعد دقائق رح تكون أكيد مباراة الفاينل 8 بين المتحد وبيبلوس بطرابلس. بعدنا عم نشوف على المدرجات. يعني غريب، المباراة ما توقفت بسبب إشكال بين الجمهورين على العكس، ولكن هناك بعض الأشخاص بجمهور من طرف واحد كانوا عم بيعملوا شغب، لذلك توقفت المباراة على أمل ترجع تستكمل وتستكمل بالجمهورين.
ما لازم الجمهور ابدا ينظلم. على المنصة الرسمية والزميلة ريان بالمدرجات أصبحت حد يعني المنصة الرسمية. يبدو أنه هناك شخص رح يطلع لبرا كمان، ما بعرف إذا صار عندها بعض المعلومات ريان لحتى تعطينا إياها. إذا عم نشوف خروج أحد الأشخاص خارج أرض الملعب، ما فينا نعرف شو السبب بالتحديد. أيضا حسين ديب مدير البطولة يلي يبدو أنه ريان رح تاخذ منه كلمة على ما أظن. يبدو أنه هناك شخص من جمهور الميادين قاعد مع جمهور باكو بيروت، لذلك رح يغير ميلي. غريب يعني، رح يغير ميلي. عم بلاقي تحية جمهور الميادين. ما بعرف إذا الزميلة ريان مع بعض المعلومات لحتى تقلنا إياها شو راح يصير، شو الأسباب يلي توقفت المباراة بسببها. رح كون بمقابلة مع أمين سر فريق الميادين سليم عواضة. يعني سليم، يا ريت بتحطنا بجو شو صار تحديدا وشو رح يكون القرار بالمباراة. أول شيء القرار بيقرره الاتحاد، مش أنا ما معي خبر شو بده يقرر الاتحاد، بس بكل صراحة إذا طرف غلط هو بيتحمل مسؤولية. نحن قصد فصلنا الجمهورين وعد كل جمهور الميادين هون كرمال ما نتحمل مسؤولية حدا. شو صار تحديدا بالمدرجات؟ أي كلمة حدا بيحكي هونيك، أي كلمة حدا بيحكي هون، عم قوم أنا شخصيا أستاذ غسان. صحيح، شفناك على الكاميرا، ولكن شو صار هونيك تاني؟ مايلي هونيك صار شيء ما انتبهت له، بس اللي عم بسبه واللي عم يعملوا شكاب هني مش بجمهور بنك بيروت. هودي ناس جايين عم بيشجعوا، بس منهم لا الميادين بيقبل حدا يسب بجمهوره ولا بنك بيروت بيقبل. هولي مؤسستين محترمين. نعم. بالفوتبول من بيصير في عصبية بيصير، بس مسبات مش مقبول. نحن ما بنقبل حدا يسب. في مجموعة قاعدة هونيك كانت عم تسب. طب شو الخطوات هلا رح تصير؟ شو سمعت خطوات؟ ما بعرف، الاتحاد بده ياخذ قرار مش نحن. شكرا لك سليم. رح تجرب نكون مع شخص بالاتحاد. رح ننتقل لريان، يبدو انه عنده بعض المعلومات لحتى تقلنا اياها. يعني الياس، من بعد ما سالت حكم المباراه محمد الشامي وهن قالوا انه ما رح تكمل المباراه بحال الا انسحبوا الجمهورين، توجهت عند حسين ديب يلي هو مدير البطوله، قال لي انه بعد ما في شيء واضح. سيمون دوي رئيس تجريب كره الصالات بالاتحاد اللبناني لكره القدم منه على المنصه، لكوينه موجود برا، بعدهم عم بيعالجوا الامور. يعني الامور بعدها غامضه، مش معروف شو رح يصير. كانوا عم بيقولوا انه معقول يجيبوا عناصر قوى امنيه حتى يوقفوا على الميدان للجمهور لتستقبل المباراه مع جمهور، انما من الطرف الاخر ورئيس الحكام فادي كالاجيون بلغ عالم من الاتحاد انه الحكام ما راح يكملوا المباراه الا اذا سحبوا الجمهورات من ارض الملعب. اذا يعني في ميله في قرار الحكام يلي طلعوا فيه، من ميله ثانيه في بعض الاتحاد مش عارفين بعد شو بدهم يعملوا. الصوره بعد غامضه بانتظار شو بيصير. عم نشوف اذا بهالاثناء توجه الحكم محمد الشامي يلي عم يعلن انتهاء المباراه او توقيف المباراه نهائيا. يا ريت فينا نشوف مع ريان كمان مين
حدا يعني يقدر يفسر لنا شو صار. الحكم حمد الشامي أعلن إيقاف المباراة على دقيقة 10:57. إذا دقيقة 10:57 وعند ما كانت النتيجة 2-1 للميادين، رح يكون إذا حسين ديب مدير البطولة مع ريان. حسين يعني باختصار بس خبرنا شو عم بيصير حتى نحط المشاهدين بالجو، وشو القرار اللي طلع بالآخر؟ القرار يعني مثل ما شايفين ماتش مشحون، وأكيد كان مفروض يكون قوة أمنية أكثر. الجيش رفض يفوت على الملعب، يكون بقلب الملعب ليتكفى الماتش، والحكام طلبوا إذا ما في قوة أمنية تضبط الأمور ما رح تكفى الجيم. قرر الحكام إنه يتوقف ويتكفى أكيد بكرة لنشوف القرار شو رح يكون، إذا رح يكون في جمهور أم لا. بس أنتوا كنتوا عم تحاولوا تكملوا المباراة اليوم، أنتوا كنتوا عم تحاولوا تكملوا المباراة اليوم، إنما الحكام هن اللي رفضوا. أكيد الحكام لما بيشوفوا إنه منه سكيورد الملعب لهم حق بالقانون الوقف، وهذا اللي صار. ميرسي حسين. يعني الياس هيدي هي الاجواء للاسف، للاسف الشديد كنا نتمنى انه تتكمل البطوله اليوم، خاصه بعد السرير الرائعه يلي عشناها طوال 5 مباريات. ما بعرف شو رح يكون القرار النهائي وامتين رح تستكمل البطوله، بعد في 10:57 اللي هو وقت كثير طويل، كنا نتمنى هالشيء ما يصير انما للاسف صار. ريان يعني يمكن وراك كمان هناك سيستي موضويه، يا ريت فينا ناخذ منه كلمه وحتى نساله عن غياب القوى الامنيه بالشكل الكافي. يعني غريب مباراه نهائيه من هالنوع بحضور جماهير كبير، القوى الامنيه غايبه بشكل غير كافي. رح نروح مع استاذ سيمو لحتى نشوف شو رايه باللي عم بيصير. يعني استاذ سيمو كان ذكر بالمقابله اللي عملناها معه قبل انه حكي عن غياب القوى الامنيه، خبرنا شو عم بيصير والاتحاد شو القرار النهائي اللي اخذه. مثل ما شفتي الجيش ومشكور احو برا. ليه الجيش ما عم بفوت على ارض الملعب؟ بده قرار من القياده. انا من وين بتجيب له قرار من القياده ما بعرف، يعني الاتحاد اتصل، كله اتصل، مباراه اخذوا القرار، الحكام مش رح يكفوها بوجود الجمهور. القرار بيرجع للاتحاد، ما بعرف شو بيصير بهيك حاله يعني. يعني رح يصير في مناقشات بين اليوم بكره لنشوف امتى رح تستكمل المباراه. هلا اليوم عشية ان شاء الله بنعرف كل شيء. ميرسي اس اس مو، يعني للاسف هيدا هي الاجواء ورح نختم يمكن قريبا على الحرام. شكرا لك ريان. اذا للاسف المباراه ما استكملت، اوقفت قبل 10:57 عن انتهاء الوقت الاصلي نتيجه 2-1 للميادين. وقفت المباراة بسبب شغب عند بعض الجماهير، ما بنعرف ليلى يفترض انه يطلع القرار ايمتى رح تستكمل المباراة النهائية. نحن سريعا رح نختم لانه رح نرجع نروح سوا معكم على طرابلس لنتابع مباراة المتحد وبيبلوس ببيبسي بطولة لبنان لكرة السلة. باي باي.